السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد. اليوم إن شاء الله راح نشرح لكم اللي هو الباثفندر بانل. الأوامر اللي موجودة فيه مهمة جدا لكل مصمم، خاصة مصمم الشعارات راح يحتاج بعض منها، مو كلها لكن بعض منها مهم جدا في عملية إيش الدمج والحذف إلى آخره. عندنا باثفندر، أول شيء إذا كانت موجودة هنا الخير وأهله، ما هي موجودة عندك راح تطلعها من قائمة ويندو. يعني مثلا هذه هي النافذة راحت من عندي بالغلط، أو إنها مي موجودة من البداية، روح على قائمة ويندو تحصلها هنا باثفندر، أو تضغط على الاختصار اللي هو الكوماند والعالي و F9 في نظام الماك، أو كنترول وشيفت و F9 في نظام الويندوز، راح تطلع لك إن شاء الله. الباد فندر هي مجموعتين، المجموعة الأولى اللي هو شيب مود، والمجموعة الثانية الباد فندر تحت. سوينا نماذج لكل أمر على أساس إن نطبقها بشكل ميسر. طبعا مسمياتها تحت هنا اللي هو اليونت، شايفينه طالع معي، بعدها الماينس فرونت نفس المسمى ذا إلى آخره. تمام، راح نطبقها ونشوف ايش اللي راح يصير مع قائمة الباثفندر. طيب ناخذ الثلاث اشكال هذه. طبعا خلونا نبين لكم شغلة، ان الباثفندر اول شيء تكون على الاشكال تقدر تجيبها من هنا، سواء مربع، دائرة الى اخره، بشرط انها تكون يعني نفس النوع او مختلفة. يعني تقدر تاخذ دائرة مع مربع، مثلث مع دائرة، اللي يكون اهم شيء انها تكون بين اشكال، على الاقل شكلين، يعني شكل واحد ما راح ينفع، شكلين واكثر. تمام، طيب احنا سوينا ثلاث دوائر في كل نموذج على اساس نشوف ايش اللي راح يصير في كل امر. طيب نحدد الأشكال، إذا ما حددت ما راح يصير شيء. نحدد الأشكال اللي موجودة هنا، نبدأ في الأمر الأول اللي هو اليونت، راح يدمج الأشكال الثلاث ويعطيها لون واحد. طيب على أي أساس اختار اللون الفوشي هنا؟ على أساس أنه اللون الفوشي هنا هو أول واحد، هو اللي جاي فوق. يعني لو أخذنا مثلا الأصفر اللي هو في الخلف دحينه اللي هو رقم ثلاثة، لو طلعناه فوق سوينا نفس الأمر راح يعطيها اللون الأصفر. نفس الطريقة هنا بالنسبة للون الثالث، لحظة، طلعنا فوق سوينا الأمر راح يعطي نفس اللون. هذا بالنسبة للأمر الأول اللي هو اللون. تعال شوف الماينس فرونت، الماينس فرونت راح يسوي اقتصاص للأول والثاني، الأول والثاني راح يقتصون او يقتطعون من الشكل الثالث اللي هو الدائره الصفراء دي. تمام، يعني الثالث هو اللي راح يقتطع منه باللي حددناه من الاول والثاني. شايفين تم اقتطاع الشكل الثالث من الشكل الاول والثاني. طيب لو حددت الاول مع الثاني نفس الطريقه، راح يتم اقتطاع الأول من الثالث فقط، الثاني ما حددته ما صار له أي شيء. طيب نجي للإنترسكت، الإنترسكت يسوي اقتطاع للكل ويبقي الجزء اللي في النص، شايفين الجزء اللي متقاطع مع الثلاث دوائر هو اللي راح يبقى. لو تلاحظون هنا في نفس القائمة باثفندر اللون الغامق هو اللي راح يبقى، والمفرق هو اللي يتم اقتطاعه. تمام، هنا راح يتم اقتطاع المناطق المشتركة بين الشكل الأول والثاني والشكل الثاني والثالث زي ما تلاحظون، شايفين، ويعطي اللون للدائرة اللي فوق. شايفين الدائرة اللي فوق هي اللون الفوشي، هي اللي راح تاخذ نفس اللون. هذا بالنسبه للاوامر اللي هو. طيب الاكسباند ايش كيف افعلها؟ خلينا نرجع هنا، لما نضغط الت
من لوحة المفاتيح مع التحديد، ونضغط أي شكل مثلا لو قلنا الشكل هذا. خلاص نجي على أداة الدايركت سيلكشن، ناخذها ونضغط على أي دائرة من الدوائر الثلاث هذه، راح نحرك راح يختلف معنا الاقتصاص. فكرتها انك تحرك الين تشوف الشكل اللي يناسبك في عملية الدمج، بعدها تعتمد الاقتصاص. مثلا انا ابغى الشكل هذا، خلاص يصير احدد الان واعطيه، او معلش نحدد بدات سلكشن وبعدين نقول له اكسباند، خلاص يعني اعتمد الاقتطاع ده. خلاص الان تم اقتطاع، لو تضغط بس دبل كليك راح يبين تفاصيل كل جزء. طيب نجي للمجموعة اللي تحت، نحدد طبعا الآن هي منفصلة عن بعض، كل دائرة منفصلة عن الثانية. أي أمر من الأوامر هذه لما تطبقها راح يحولها إلى جروب، مجموعة يعني راح يدمجها كلها مع بعض. إذا حبيت إنك تفككها تسوي لها ان جروب زي ما راح نسوي الحين. ايش اللي راح يصير هنا؟ راح يصير تفكيك او اقتطاع بمعنى اصح للدوائر، يعني الجزء هذا راح يقتطع من الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، يعني راح الدوائر هذه يتم تقسيمها الى 7 اجزاء من خلال الامر هذا. كيف؟ ما صار شيء، لكن لما تضغط تحدد الشكل كامل. نضغط ان جروب ونشوف ايش اللي راح يصير. هذا الجزء الاول، وهذا الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث، وهذا الرابع، وهذا الخامس، وهذا السادس، وهذا السابع. تمام، يعني لو حبيت انك تقسم شكل اللي عليك تحدد وتختار الامر هذا يبدأ يقسم لك اياه، حتى لو كان فيه تأثير التحديد ما عندك مشكلة. خلينا نسوي تحديد هنا مثلا، راح يقسم ويعطيك نفس التحديد اللي هو باللون الأسود، شايفين؟ نسوي ان جروب، كل واحدة سوالها تحديد لوحدها. هذه فكرة الديبت. طيب نيجي للترم. الترم راح يزيل لك التحديد اذا كان موجود، يحذف الاستروك نفسه. احنا حطينا استروك الان اللي هو تحديد الاسود ونشوف ايش يسوي، شايفين راح الاستروك. مع ذلك نسوي ان جروب وينفذ الاقتطاع من الاشكال الثلاث، لكن الدائره اللي فوق يعني زي ما تقول لم يتم الاقتطاع منها. نجي للميرج. الميرج يدمج لك الشكلين الأخيرة ويعطيها نفس اللون، تمام؟ يعني مثلا خلينا نقول هذه اللون الأصفر واللون الأصفر، خلينا نختار خليها كلها مثلا لون واحد أصفر مثلا. طبعا هي الآن مي مدموجة، لكن على أساس اللون راح نشوف ايش يسوي. هنا شايفين دمج لك الدائرتين اللي ورا. لو سوينا ان جروب هذه الدائرتين مع الاقتصاص، يعني الدائرة اللي فوق اقتصت من الدائرتين اللي تحت، هذه فكرتها. هنا يسوي الامر اللي هو جروب، يسوي جروب للشكل. طبعا لو جبنا شكل، انا جبت شكل رابع على اساس اني بسوي جروب اللي هو او كروب عفوا، نسويه داخل الثلاث هذه الدوائر، ندخلها داخل ايش الشكل الرابع اللي هو القلب، تحدد عليها كلها وتختار كروب من هنا، شايفين دخل لي الدوائر الثلاث كلها داخل القلب. طيب نيجي للاوتلاين. الاوتلاين نفس الطريقه، راح احول الفل والتعبئة إلى outline إلى stroke، بعدين يبدأ يقسمها بشكل ميسر. طبعا ما هي واضحة، لكن لو سوينا
الستروك راح توضح معنا. لو تلاحظون حاجة هنا، هنا الدائرة اللي باللون الفوشي أي ستروك يمر عليها يعطيها نفس اللون، يعني الأصفر المفروض أنه كل هذا أصفر، لكن لما دخل في الدائرة الفوشي أعطاه لون فوشي. نفس الطريقة هنا، دخلت هنا أعطاها نفس اللون الفوشي لأن هي اللي فوق. نفس الطريقة تعامل معها مع اللون الأخضر مع الأصفر، بما أن الأخضر فوق الأصفر أي ستروك مر عليه راح يعطيه نفس اللون اللي هو كان موجود قبل. هنا الماينس باك عكس الماينس فرونت، أي اقتطاع للجزء اللي فوق هو اللي راح يتم اقتطاعه، بعكس هذه الجزء اللي تحت هو اللي تم اقتطاعه، لكن هنا الجزء اللي فوقهم هو اللي تم اقتطاعه. تمام، هذه بشكل يعني سريع ومختصر لنافذة باثفندر، حبينا نوضحها لكم إن شاء الله بشكل ميسر. ولا تنسون الاشتراك في القناة وعمل شير لهذا المقطع لمن يبحث عن الفائدة، وعمل لايك وتفعيل التنبيهات، ويعطيكم العافية، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.